وعلى آله وبيته الطيبين القائمين. ما بدي احكي وضع ابوه بس ما شايفهم يعني. الله يساعد الله يساعد ابوات الشهداء على راسهم ابو حسين الغالي. يعني مهما كان يعني جنين صغير بعد ما شفته وما ربيته. لكن الله يساعد اللي ربوا وسهروا وكبروا وكانوا يتمنون يشوفونهم معاريس. الله يحفظهم ان شاء الله يحفظهم ان شاء الله ويصبرهم. ولا تحسب ان الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. ان كان بذاك اليوم اخوي احمد كان معتقل كانوا فارجين عنه. تعرفون يعني اذا احد المعتقلين يفرجون عنه يجون الاحباب والاصدقاء والجيران عشان يهنون ويسلمون. كان في ذاك اليوم كان يعني في تجمع كبير من النساء كانوا جايين يهنون الوالده اللي منزلها. بعد تعرفون جو ولاد ابليس من يشمون تجمع بس خلاص. حتى ما كان في ذاك اليوم ما كان في مسيره بس من شافوا يعني النسوان ملتمين على الباب جو. ما بعرف في ذيك الايام اذا جو يغرقون عباره المنطقه كلها بالغازات مسيلات الدموع. كان ذاك اليوم كان الجو كلش حار كان في شهر رمضان. كان الجو كلش حار ووقفه ما في هواء. صارت على البيت هناك بيت ابوي بيت حسن سلطان كانه غيمه وسيلات الدموع برا وقفت كانه واقفه على البيت ما تتحرك. والضيوف يعني بس استملوا يبغون يطلعون سلموا قهوه يبغون كل واحده تبغى تروح بيتها. يعني كل حين واحده تقوم تبغى تبطل الباب عشان تمشي وتشوف مسيلات الدموع بعد خانت المكان وترد ترجع. يعني صار الباب ينفتح واجد وينصك. يعني البيت خلاص الشبع صار كله ريحة مسيل الدموع. حتى بس يعني بساعة حسيت اني روحي اني تعبانة. بس يعني من يعني بس يعني خلص طلعوا الضيوف يعني بس يعني خلاص يعني حسيت روحي اني تعبانة. يعني حسيت روحي واجد استنشقت. يعني مع اني كنت اروح المسيرات على طول لاني من اول يوم فبراير من 14 فبراير انا رحت المسيرة. وشتم يعني كنت اشم يعني بس مو مثل هاليوم. يعني احس نفسي حلقي لا اتحكي احس ان كله ريحته مسيله. بس اسبوع كنت اعاني يعني لما شوي يعني كرهت والله قام ينزل دم. وانا رحت المستشفى قلت لهم يعني صار كذي كذي حكيتهم قاموا يستهزئون يقولون ان مسيل الدموع ما له يعني خص يعني باللي صار فيش. أنا استنشقت حسيت إني بس خلاص يعني تعبان. وحسيت إني يعني جنيني بس خلاص يعني مو طبيعي يعني. بس يعني أسبوع واحد خلاص يعني ونزل رحت المستشفى حتى كان يعني كلش نزيد قوي. وعن بي رح نفسي يركبوني في المستشفى ردوا وغيروا رأيي قالوا لي بس خلاص يعني إحنا سوينا الحين اللازم تروحي البيت. إذا حسيت بروحش بعد تعبانة أزيد تعالي. بس جيت انا كرمكم الله جيت الفجر ما كلش بعد الساعة 6 الصبح. بس هني جيت يعني وريحت شوي حسيت روحي بس خلاص وصلت الى اخر درجة من التعب بس ونزل يعني الجن. الله يرحمه.